قبل ومقابل التدوين الثاني السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم السيد ناج البرلماني السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة جزء السادة العام السيد المدير الجهوي للتكوين المهني وإنعاش الشغل بنفس الجهة السيد باشا من التابلات السيد رئيس مجلس رئيس المنتدى المدني البلجيكي للتعاون الوطني والتضامن السادة والسيدات رؤساء الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني لإقليم مدينة التابلات السيدات والسادة الأساتذة المحاضرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الصبيحة المباركة نتشرف جميعا باستقبال تلة من المسؤولين المغاربة سواء في المجالس المنتخبة أو في الجهات الحكومية الذين شرفونا بحضورهم وبتواجدهم الذي لا شك أنه سيعطي قيمة مضافة لهذا العمل الذي نتفانى في الحفاظ على استمراره سنويا. ندخل هذه السنة الدورة الثالثة عشرة للمنتدى المغربي البلجيكي ونبقى دائما لصيقين بالقضايا المؤرقة لمجتمعنا والتي تهم وطن، فكما نلاحظون كل سنة فإن الموضوع يكون موضوعا راهنا يشمل قضية راهنة ويهتم بدور المجتمع المدني في مقاربة هذه القضايا وفي طرح آرائه واقتراحاته. اليوم أيها السيدات أيها السادة نلتقي حول موضوع حساس وهام جدا، بل إنه القضية الكبرى بعد قضية وحدتنا الترابية التي تهم هذا الوطن حاضرا ومستقبلا. وقد خص جلالة الملك محمد بن سادس نصره الله في خطاب 20 غش حيزا كبيرا لإصلاح منظومة التربية والتكوين ووضع أصبعه على مكان الخلل فيها وقدم توجيهاته السامية واقتراحاته بمواصفات المدرسة في هذا المجال فليتفضل مشكورا. قبل البداية أعبركم عن اعتزازي بهذا الخلل المتميز وأظن أنه متميز على الأقل لأسباب ثلاثة، أولا لأننا نلتقي في مدينة تربلات عاصمة سوس العالم وهذا في حد ذاته يميز هذا النوع من الاتفاقات. ثانيا أننا أيها السادة والسيدات نلتقي مع مجموعة من الأطر المغربية المخضرمة إن على مستوى الثقافة وعلى مستوى المدينة جيو استراتيجي تكون في بلجيكا وفي المملكة المغربية. وثالثا لأنه منذ أيام احتفلنا جميعا في السنة الخمسين من العلاقات المغربية البلجيكية واحتفلت بلجيكا بهذا الحدث احتفال كبير بتواجد اي اول مغربي على اراضيها. وتعلمون ان المملكه طبعا المملكه فتحت ابوابها والصدور ابنائها وبناتها للمغاربه وشاركوا في بناء النظام واقتصاد المشي. ورابعا ان الموضوع موضوع نضج النوم ووضعوا صاحب الجلالة في سلم الأصلاحيات كقضية ثانية بعد القضية الوطنية. من الأكيد أننا جميعا طبعا نحتسب تشخيص إشكالية
تعليم بصفة عامة في بلادنا بعد 50 سنة. أنا شخصيا أفتخر أنني أنتمي إلى التعليم المغربي من إنتاجه وتشغيله، وبالتالي يجب أن نلخص هذا الأجيال العاقبة أفرزت مادة رمادية لا إشعاع كبير على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي وفي أكبر مراكز البحث في العالم على مستوى أمريكا أو على مستوى العالم العربي أو على مستوى. ولكن طبعا كان واحد الأستاذ أصغر في الفرنسي اسمه كلوب أردن وكان وزير تعليم مع الشرقيين، ولما أتى إلى الوزارة ديغريسيل ولا موت واش حنا حطحنا اليوم ديغريسيل والشامو والشباب عرفت. وبالتالي إشكال التعليم كما قلت نقتسمو تشخيص الوضع منذ هنيها كنت مع الأستاذ عبد اللطيف ممثل وخبير في هذا البلاد. أولا لأنه في تكوينه هو طبيب المجتمع السلوك، ولن كان بك يشتغل في أكبر مؤسسة على الصعيد الوطني تهتم بالمشاكل والإشكاليات وتساؤلات القطاع. وفي السنوات الأخيرة تم تشخيص الوضع إن على مستوى الخالق المختلف على مستوى تقرير اللجنة الخاصة للتربية والتربية اللي كانت في 1999 كانت نظرة ثاقبة سموها نظرة عن حالة المنظومة التربوية. بعد ذلك كان تقرير مهم تقرير الخمسينية وقد وأنتم مشكورون دفعتموني إلى قراءة دين القرآن المسعود وهو هائل يعطي فكرة عامة عن التطوع. ولا يفوتني كذلك في سياق هذا الحديث أن أتقدم بشكرين حارين، شكر أول لسيد عالي الإقليم على دعمه لهذا العمل وتسهيله لمهامنا، وشكر خاص وخاص جدا لصديقي وزميلي وأخي الأستاذ عبد اللطيف وهبي الذي لولا لما تمكنا من اللقاء بهذه الوجوه النيابة والذي بذل جهدا كبيرا في متابعة التحضيرات اللقاء أولا بأول باتصالات دقيقة، ونشكره جزيلا على هذا الدعم الذي قدمه لأجل. كذلك أشكر السيد نائب وزير التربية الوطنية الذي ظل يتابع عن كثب ويتصل بين الفينة والأخرى. يفوز بحكم الناس المسنين، ما كنشوفوش الوزراء كدير هو واحد الباب من السن، ولكن الحمد لله المغرب فتح والافاق ديالنا نشوفوا الوزراء كلهم حيويه وكلهم شباب، فكنحبوا توفيقنا والحفاظ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد رئيس الجلسة سيد رئيس المبادرة أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا بتواجدي اليوم معكم في مدينة بغداد، مشاركتي اليوم معكم في هذا اللقاء هو مهم يعني معطاء رسالة واضحة لتشجيع كل هذه النقاشات حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن والمواطنين، وبالخصوص قضية المرتبطة بالتعليم والتربية والتكوين بصفة عامة. لأن هذه النقاشات في الحقيقة يجب أن تكون نقاشات
التي هي العهد الواسعة يجب أن تكون يعني ماشي دائما مركزة في الرباط أو الرباط أو بعض منهم. يجب يعني على كل الفاعلين أينما وجدوا أن يهتموا كما قمتم بذلك بتنظيم مثل هذه المبادرات من أجل النقاش حول هذا الموضوع الذي يهم الجميع والذي يجب أن يساهم فيه الجميع. سعيد كذلك بتواجدي في فضاء الشمعوي. هذا يدل على أن الفضاء الشمعوي يهتم بالقضايا الكبرى الوطنية وله من يعني خصوصيات ك يعني من خصوصيته الدينامية التي نشهدها من خلال تنظيم عدد من الجمعيات مثل هذه المبادرات من أجل المساهمة في إصلاح المنظومة الدولية. الحقيقة سعيد أيضا بتواجدي في فضاء الذي يجمع ما بين المغاربة في المغرب والمغاربة أيضا في الخارج. بهذه المناسبة أحيي السيدة رئيس المنتدى والسيدة الأستاذة أعضاء المنتدى وكذلك كل ممثلين جمعيات المجتمع المدني المهتمة للمغاربة المقيمين في الخارج و يعني بحثهم ووضع و يعني خلق إطارات مناسبة لشعبهم يساهمون بصفة مباشرة في القضايا الوطنية كما. إذن أحيي مرة أخرى المنتدى على اختيار هذا الموضوع، الموضوع الذي يخص المجتمع المدني وإصلاح منظومة التربية والتكوين، وهذا من طبيعة الحال موضوع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى العلاقة القوية والمتميزة التي تربط نشاء منظومة التربية والتكوين بالمجتمع المدني من أجل بطبيعة الحال تعلم استراتيجية رامية إلى تنمية التمدرس وتحسين جودة التمدرس والرفع من التمدرسيته وانفتاح كذلك المؤسسات التعليمية على محيطها السوسيو ثقافي والاقتصادي وخاصة يعني في جميع أنحاء المملكة. حضرت السيدة السادة إن موضوع التربية والتعليم هو كما تعلمون موضوع استراتيجي للدرجة الأولى ويمثل القضية الوطنية الأولى بعد قضية الوحدة الترابية. نظرا لكون الشباب وتكوين الأجيال هو رأس المال الحقيقي لبلدنا ويعني بغض النظر على الثروات الطبيعية التي يمكن أن تتوفر في بلدنا. لماذا هو رأس المال الحقيقي؟ لأننا لدينا نسبة من الشباب في المجتمع التي هي مهمة جدا، وإذا تكلمنا غير على يعني عدد التلاميذ والتلميذات داخل منظومة تعليمية أننا نتكلم على 6.5 مليون ديال الشباب داخل منظومة التعليمية، فضلا عن ما يفوق 400,000 شاب وشابة داخل منظومة التعليمية. إذن الآن نتكلم عن شباب يفوق أو عددهم 7 ملايين داخل منظومتين التربية والتكوين، وهذا يعني غير هذا العدد يعطي إشارة بالنسبة لحد رأس
الرأسمال حتى هو الهادية التي تتميز عليها البلاد، وحتى هو يمكن أن تكون رافعة أساسية ومحورية واستراتيجية لتنمية البلد ولتنمية الصعيد على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي، كما يمكن أن تكون مصدر انشغالات كبيرة سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي. إذن ما نطرحه إليه من خلال يعني إصلاح منظومة التربية والتكوين هو جعل الشباب يكون رافعة إيجابية ورافعة يعني بالدرجة الأولى من أجل جعل يعني المغرب يكون له مستقبل وآفاق. إدارة المدينة، السيد الرئيس للمجلس الحضري، سيدات السادة النواب المحترمون، سيدات السادة الأساتذة المحترمون، سيدات السادة المتنصمون الكرام، حضرات السيدات السادة، يشرفني ويسعدني باسم المنتدى الأممي البلجيكي للتعاون والتنمية والتضامن وفي دراسة الجمعية الديمقراطية البلجيكا أن أحيي بانسحاب كبير وشكر جزيل السيد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المنتجين والسيد عبد العظيم بن وزير المنتدى وزير التربية الوطنية المكلف للتكوين التكوين المهني والسيد عبد اللطيف المدني الكاتب العام في مجلس التعليم على حضوره للمشاركة في افتتاح إشغال الدورة الثالثة عشرة لندوة تابعة. كما أوجه عبارة الشكر والامتنان إلى عمالة أهل على دعمها المتواصل سنة بعد سنة لجميع أنشطة المنتدى وإلى المجلس الحضري على تشجيعنا ومساعدتنا في شتى الوسائل، والشكر موصول للحكومة الفرنسية البلجيكية ومؤسسة الحسن الثاني للمغرب القطري للخارج ومجلس الجالية البلدية للخارج والفرق الشعبي على دعمه المالي والمعنوي لتوفير شروط نجاح هذه الندوة. كما أرحب جميع ضيوفنا من المغرب ومن الخارج من فرنسا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وكندا، وأتمنى لجميعكم عام طيب. توصف وظيفة التعليم بالضرورة لأنها الوظيفة التي لا يمكن للمجتمع أن ينقطع عنها، إذ لا يمكن أن نتصور أن تكوين جيل يغني عن تكوين أجيال لاحقة، ذلك أن البلاد التي يضطرد نموها بوتيرة ملائمة لتطور العالم المعاصر ستكون في حاجة مستمرة إلى تكوين فاعل جد في الحياة المجتمعية، وحيث أن المستوى الذي يتطلب الانتاج الفاعل في هذه الحياة قد زاد ارتفاعا، فإن الوظيفة التي تقود إلى هذا الاندماج تصبح أكثر فأكثر ضرورة، كما يصبح تطويرها الأمني والبيئي أكثر دفاعا. وعليه فالتعليم وظيفة لا منع لها في المجتمع، إلا أن يكون الأمر متعلقا بأزمة في سيرورته أو نموه، أي إلا أن تكون سيرورة النموذج فيه غير طبيعية وفي حاجة إلى تغيير عوامل تعطفها. فإذا تقرر لدينا أن المجتمع بكامله في حاجة إلى أن يلعب التعليم فيه الوظيفة المنوطة به، فمن يتحمل مسؤولية تدبير التعليم ورسم السياسة اللازمة في مجاله؟ وما هي الجهات المجتمعية التي يرجع إليها أمر توفير شروط سيرورة الوظيفة التعليمية؟ بما في ذلك الشروط المادية والإدارية والتربوية. فبما أن التعليم شأن عام يكون المجتمع بأكمله، فإن مسؤولية تدبيره تعود إلى السلطة الحكومية لأنها هي المكلفة بتدبير المال العام، وبالتالي هي المسؤولة الأولى عن تعثره وإخفاقاته وفشله. وإذا نظرنا إلى قطاع التعليم من زاوية الغايات العامة المميزة لكل مجتمع، فإن الدور التربوي للتعليم هو الذي يساعد على توفير الشروط التي تنمو فيها الشخصية النفسية والمجتمعية والفكرية والأخلاقية والثقافية بالسمات التي تتطابق مع تصورات المجتمع عن ذاته، وهذا ما يجعل المسؤولية عن التعليم متعلقة بمن يكون له موقع المسؤولية العامة في تدبير شؤون المجتمع حفاظا على وحدته وتماسكه ودفعا لكل اضطراب وتشويش في تحقيق لوظيفته وفي بلوغ غاياته. ومما يجعل قدر من المسؤولية يقع على المجتمع الكامل وعلى الدور الذي يلعبه المجتمع المدني بجميع أبعاده ومكوناته. إن مبادرة المجتمع المدني في قطاع التعليم المدعومة بالمال الخاص يجب أن تكون مثل المال العام في خدمة الصالح العام والحاجات الأساسية لتطور المجتمع، فبقاء رأس المال الخاص
خارج إطار المساهمة في تطوير القطاعات الحيوية كالتعليم واختيار اقتصادي ومجتمعي. فالكل يعلم اليوم بفضل اجتهادات وابحاث المفكرين احداث ان وظيفة المدرسة لا تنحصر في التنشئة الاجتماعية والتقييم. ان المدرسة في جل بلاد العالم هي حاملة لواء لروح الدولة وحاميتها، وهي آلة من آليات بيانة والدعاية وحتى الطعن الفكري في بعض الأحيان، وتشكل كذلك جهازا من أجهزة الدولة الإيديولوجية القوية والناجعة في ترسيخ مشروع الدولة ومحاربة الأفكار التي لا تطابق منطقها وتصورها. ولكن حين يكون العلم مقدسا عند أهله، تتحول الأسر التعليمية طلبة وأساتذة من مستهدفين ومقلدين سلبيين إلى سدنة كعبة الحب والمعرفة وحراس معدن الأخلاق ومحراب القيم والإبداع، يصان فيها مقام العلم وتعلو فيها قامة الأستاذ وتقدر فيها كرامة الطالب ورؤية الطالب. إن الأستاذية أكبر من منصب وأعلى من وظيفة، إنها أمانة رسولية ليست في طاقة الإنكار، تتطلب قدرا كبيرا من النزاهة الفكرية والتضحية والزهد والالتزام لا يتحمله إلا الأستاذ العضوي المنتصح والمسكون بهموم الوطن ومصيره، الواعي بدوره الطلائعي والاستراتيجي وبدور المدرسة في عملية التغيير الاجتماعي والضرب حرام. وهكذا شكلت أسر التعليم في بلادنا المدارس التقليدية والزوايا وجامعة القرويين ومدرسة بن يوسف الصف الأمامي الرعيم الأول من الحركة الوطنية، وأعطت المغرب جيلا من الزعماء الرواد يعز نظيره، أعرفوا كيف يكثروا ويحضروا حتى أولئك الذين ترددوا على مدارس الإقامة العامة. إنها المدرسة المغربية عبر تأثيرها وإشعاعها والقيم التي جسدتها هي التي أنتجت عن فكر القطامي وشيخ الإسلام العربي العلوي وعلى الفاسي وابن الحسن الوزاني وعبد الله إبراهيم والفقيه البصري والفقيه داوود والشيخ ناصر بن ناصر والشهيد المرقى والشهيد عبد العزيز بن إدريس والفقيه السعدي المتوكل والمختار السوسي وعبد الحق طريس والرحمن الفاروقي وعبد الحاتم الطالب ومن سعيد قيس الدرب إلى آخره. وأجزم أن هذه المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة التي تستمد اليوم في بلادنا لن تستطيع مجموعة أن تنتج هذه المحطة من أهل العلم والنظام. وفي عهد الاستقلال وفي سنوات الرصاص حامل الاتحاد الوطني لدرجة المغرب ونقابة رجال التعليم بكل مستوياته لواء الوقوف بوجه الاستبداد والتصدر، فكانت المدرسة الخليجية صوت الممانعة والصمود وصيحة الرفض والمعارضة وقلم التنديد والاستنكار والانتفاض وصراخ المعتدلين في زمان للشنون وصمت المخطوفين ولم الشهداء من طلبة وأسياد العلم الذين تم إسكاتهم إلى الأبد. وامتحنت المدرسة المغربية وأهينت بمنع بعض المواد وتفريز موارد كعلم الاجتماع والفلسفة، وتتحمل الدولة والنخبة المطبقة اليوم مسؤولية فشل المدرسة المغربية من التعليم الأساسي إلى التعليم الجامعي في القيام بمهامها حسن القيام. إن التوجه الرامي إلى إرهاق ربوع البلاد بالمدارس الخاصة المغربية لنهار الدولية إهانة كبيرة للمدرسة العمومية الوطنية وإذلال لرجال التعليم العمومي، ويسجل على المبادرة الخاصة في مجال التعليم عدم القيام بأي استثمار في تكوين الطرق وموارده البشرية، ويحتاج لاستغلال ما كونه القطاع العام من كفاءات والقطع على الجهل وتدبير مشاعرها بمنطق المقابلة وجهة السرير والتصوير. واقتفاؤها بعقد تكوين تقني المقابلات هدفه تخريج حضور تكنوقراطية تطبق ولا تفكر، يمكن استعمالها في جميع بلدان العالم لخدمة رأس المال الدولي والإيديولوجيا النيوليبرالية والعولمة الكاسحة. لقد حولت المدرسة الخاصة التابعة إلى المشروع النيوليبرالي الأستاذ من آمن علم ومربي إلى عرض بضاعة يستلزق بها، وحولت الطالب من طالب علم إلى زبون مستهلك لبضاعة انتقلت مدة صلاحيتها وكبت. ولا نعلم من القطاع الخاص مبادرة واحدة تضمره في اختصاصات الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ وبعض العلوم الاجتماعية والإنسانية. هذه العلوم التي لا يمكن أن تطلع بها إلا جامعة وطنية حاملة لمشروع إيديولوجي يخدم النهضة العلمية المنشودة من أجل إقامة دولة الحقوق والواجبات والمواطن العضوي، وتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية للتصدي للمشاريع الاستعمارية القديمة والجديدة والمؤامرات التي تستهدف كياننا وهويتنا الثقافية الوطنية ولغاتنا الأمازيغية والعربية وتراثنا الحضاري
كالتعليم بالدارجة وكتابة العربية بالحروف اللاتينية، وعلى الجامعة المغربية أن تخرج من منظمة وأن لا تقترن بضغوطات الكليات الأجنبية، وأن تسقط قناع العلمية والبحث العلمي عن هذه المشاريع الجبانة التي مآلها الفشل بدون شك، ولكي تؤدي الجامعة رسالتها المادية والروحية وتقوم بمهمتها التاريخية عليها أن تنزل من عرشها العاجل وأن تعمل في نفسها نقداً ذاتياً جريئاً وتزارع نفسها وتلامس المسكوت عنه وتضع الأسئلة الوجودية الخطيرة عن سبب هذا الطرد والسقوط الذي يعرفه مثقفون وثقافتنا ونخبتنا. لماذا انفصلت الجامعة والنخبة عن هموم الشعب والوطن، عن قضايا الجهل والفقر والبؤس الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ومطالب الكادحين؟ لماذا تحول الأستاذ من شاهد حق إلى شاهد زور، من حامل العلم الرحيم إلى سمسار ومستنسخ يعرض بضاعة فاسدة؟ لماذا استحالت تلك الأستاذية من محراب المعرفة والآداب والفنون إلى جسم ينفر بالمر والفساد والانتشار والمجاهرة بالشهادات والتحرش الجنسي؟ وهل يكفي إصلاح واحد لتغيير هذا الواقع المأساوي الذي تعيشه مدرستنا؟ أم نحتاج إلى ثورة ثقافية لأجل المعرفة العلمية والقيم الأخلاقية بغض النظر عن عوامل الجهل والبال والصغر؟ أتمنى لكم جميعا مقاما طيبا لمدينة الدردات ونقطة مفيدة. شكرا لكم. أرحب بالوفد الحاضر لأنه جاء إلى مدينتي، وتعرفون ماذا تشكل الدردات بالنسبة لي. عشت فيها ودرست فيها وكنت أنا وسيد الرئيس صديق مدير مجلس رئاسة المقاعد، ولكن لن أقلق من الكسول من المجتهد. خلال دراسة سنوات كانت لنا فيها أيام غير أولا أريد أن أشكركم جميعا، أرى وجوها أعرفها وعشت معها وعاشت معي ولم أنساها ولن تنساني، وأرى وجوها درستني وعلمتني، وأرى وجوها تشكل وجوها كانت تدرس معي وأعرف أنها شدتني. لذلك أنا أتمنى بأعمالكم، كنت أريد أن أمارس حقي في المعارضة، ولكن يبدو أن سيد رئيس الانتداب عزيز قد قام بذلك مشكورا وأعتذر. حينما تحدد عن حقوقي والواجبات، واجباتنا تجاه الدولة وواجبات الدولة تجاه المجتمع، تعرفون المحروم الذي يطعم تحت ضغط نفسي كبير، لأنه تقع هذا اللقاء مع اجتماعات البرلمان غرفتين وتتاح غرفتين وتحية البارحة في الليل، خرجنا من الليل كذلك المصير ولم نعرف ماذا. أولا تعرفون قيمة سعادتي وأحلامي، قيمة نشوتي وأنفي تلدن تعيدني إلى شبابي وصغاري. وقررنا أنا والسيد الرئيس أن نطبع أعمال هذه الندوة لفائدتي المنتظرة. شرف، ولكن قبل بدء كلمتي أريد أن أشكر السيد الرئيس الذي ما اتصل بي حتى وافق فورا، اولا كصديق، وثانيا لانه له علاقه عاطفيه بتردد لن اشرح لك، وثانيا اريد ان اشكر السيد الوزير العظيم، لم تسمحوا لي ان اخاطب السيد الوزير بالصفه العظيمه لان هذه صداقه خاصه نختبر في البرلمان لانه الحكومه المعارضه، ونتغذى على ذلك وعلى طبيعه الكلام السياسي. فأشكره، وفي الحقيقة فإن صدقي في حياتي حتى وافق وقال أنه سيحضر معي، وأتمنى أن هذا المنتدى أن يذهب بعيدا لكي نقوم بنشاط أكبر وأكثر. وكذلك أريد أن أشكر صديقي، ولا أريد أن أقول رفيق وإياك، ولكن صديقي الخاص صعب تجمع الدين أمين عام المجلس الثاني التي في الحقيقة لم أطلبه، ولكن أعطيته أمرا لما أملكه من سلطات عاطفية عليه. لذلك أشكرهم على حضوره كذلك معي، كما أتمنى أن أبقى في تردد أكثر من ساعات التي حددها لي، ولكن نحن مجبرين أن شخصية الأمراء الصفر خارج
الذي لدينا هو بعض الإشارات، ربما أقول ربما أفهم جسد طيب جدا للخير الذي أوصلني إلى وصلت إليه. هذا إذا كنت تعتبرنا أنني ناجح وأنا متأكد بأن الأغلبية تعتبرني فاشل وما أعرف تعتبرني ناجح، ولكنني أشعر أنني يمكن أن أقدم إلى بلد كثير. فتعالوا نتعاون ونتعاون جميعا من أجل هذه المدينة، تعالوا نتعاون جميعا من أجل سوس، تعالوا نشتغل بعيدا عن الخلافات السياسية وبعيدا عن التصورات المتقدمة، ولكن نتعاون بصدق من أجل إحياء هذه المدينة. قرأت الكتابين الأخيرين لسيمورتن الرئيس، قرأت وشاهدت أن ترتد تدعو في سبات الضريب ثم تستيقظ، وحينما تستيقظ يوقف العالم، وأن أعتقد أن جاء الوقت تستيقظ الترتد ولدى شيء أسود. أشكركم جميعا. السلام عليكم. شكرا. سيدات السادة أساتذة وحاضرين في هذا المنتدى، أود في بداية مداخلتي تهنئة منظمي هذه الندوة على توفقهم في اختيار موضوعها، شاكر لهم دعوتي على المشاركة في إشرافها، هو اختيار موفق لأنه يقترن في تقديري بأربع سياقات. السياق الأول